يتواصل الدعم العشائري والمجتمعي لمرشحي المشروع العربي ضمن تحالف القرار العراقي بمحافظة الأنبار. المزيد مع أمجد الكبيسي. عقدت قبيلة الكويسات مؤتمرات عدة شملت مدن محافظة الأنبار، بدءا من مدينة كبيسة مرورا بقضاء الفلوجة وصولا لمدينة الرمادي، دعمت جميعها مرشحها فايز لطيف الكبيسي في الانتخابات المقبلة. ونحن كعشائر الكويسات ندعم الأستاذ فايز لطيف عبد، وذلك لكونه إنسان نزيه وإنسان خير وإنسان اختارته العشائر لكي يمثلها في قبة البرلمان. نتمنى من الله عز وجل أن يكون هذا المؤتمر بداية الطريق للوصول إلى قبة البرلمان وبناء عراق جديد، عراق المؤسسات. وأنا بدوري كمرشح أحاول قدر الإمكان خدمة أهلي في قطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع الاستثمار، وهذا هو برنامجنا الرئيسي. ولقي عضو تحالف القرار العراقي ومرشح المشروع العربي صدى واسعا ودعما كبيرا من قبل الشارع الأنباري وأبناء قبيلته لما له من مواقف ومبادرات طيبة تجاههم. اتباع السواد الأعظم من وجهاء المدينة، من مثقفيها، من المعلمين، من الكوادر، الأطباء، الناس الجيدة، بما أنه تشهد له بالفضل، هذا يدل على أن الرجل له باع طويل في إن شاء الله خدمة عامة أهل كبيسة وعامة المناطق المحيطة بها. نحن شباب كبيسة ندعم ترشيح الأستاذ المهندس فايز الطيف عبد لقبة البرلمان. يبدو أن هذه المرة عازمين بإرادة قوية، مجتمعين على رجل واحد من أجل تمثيلهم واسترداد حقوقهم. لقناة الفلوجة، أمجد الكبيشي.